شباب طبعا تخريج البلبل خصوصا الافراخ، احنا وهسه موسم عندي هاي المجموعه مال الافراخ، لازم ضروري تكون جوا طور. شباب لا تخرج على الاليف، لا تخرج على الاليف، لا توقع بهذا الخطا. اذا تريد تخرج بلبل اليف يصير عندك وتغريده صحيح خالي من اي خطا، لا تخرج على اليف، خرج على طور راكي. داك طور يعني راكد صار له فتره بالقفص ويقرا، عندي هذا طور مالتي، هذا انا اخرج عليه البلابل الاليفه. فاذا تريد تخرج بلبل صحيح ما بي خطا، خرج على الطور شباب، لا تخرج على الاليف لانه موسم، والموسم تتعب على الطير، وهاي لا يروح تعبك حرامات.